سلامات ابو قصاي، يعطيك العافيه. بدي فلافل. يا ساتر ابو السعيد، يا ساتر. السلام عليكم. الله، كيف حالك ابو السعيد؟ كيف امورك؟ كيف انت؟ عشان يمسك هذه. تمام يا حاج، ضغطك الحمد لله. فأنا هي بتجي بتقدر الظروف وبتجيني حتى أنا لباب الخيمة بتساعدني. إجاني طلق على الساعة 3 الفجر واتصلنا على الإسعافات، ما كان إرسال، كان في قصف شديد. عمتي نزلت لرباب عشان تولدني، طلعت بأدواتها البسيطة تقريبا يعني على الساعة 5 الفجر ولدت، وبعدها رحت على المستشفى. كان الوضع كتير صعب. السلام عليكم، يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ الأدوات هاي طبعاً بصعوبة إن بحصلها عشان المعابر دائماً مسكرة. كانت هي من متبرع أعطاني إياهم، بس خلصت يعني وكملت من مصروف الشخصي. تمام، ألف ألف سلامة عليك. إيش بتحتاج كمان؟ أنا جاهزة،